اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الموسيقى التصويريه ودراسه الاوركسترا. انا عايز اقول لكم ان انا متحمس للكورس ده بشكل خطير جدا، يعني حماس مش طبيعي. الحلقه دي هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، هنبتدي نتعمق بقى في الاوركسترا. هتلاقوا فيه شويه جزء نظري كده بس مهم جدا ومفيد جدا وهيعجبكم جدا. طيب تعالوا نشوف. طبعا اتفقنا ان الراجل ده اسمه الكوندكتور اللي هو المايسترو، يعني اللي مسؤول عن قياده الاوركسترا. تعالوا نشوف بقى تفاصيل الاوركسترا. اول حاجه، اول فاميلي بنقابلها هي اسمها سترينج فاميلي، ولازم من هنا نبتدي نحفظ المصطلحات بالانجليش عشان اول ما نخش على البرامج هتلاقي كل الكلام ده بالانجليش. سترينج فاميلي اللي هي عائله الوتريات، هنلاقي من ضمن الوتريات الفيولين اللي هي الكمانجا، هنلاقي الفيولا اللي هي اكبر من الكمانجا شويه، هتلاقي تقريبا كلهم نفس الفكره او نفس الشكل باختلاف الحجم، عشان كده بيسموهم او بيصنفوهم عائلات. يبقى عندنا الفيولين، عندنا الفيولا، عندنا تشيلو، عندنا الدبل باس. هتلاقوا الفيولين والفيولا هما الاثنين بيمسكوهم بيشيلوهم على كتفهم عشان يعزفوا. التشيلو والدبل بيس عندهم نفس التكنيك ان هو بيتحط على الارض عشان يعزفوا، وطبعا دول حجمهم اكبر شويه لدرجه ان الدبل باس ده هتلاقيه ان هو حجمه كبير جدا، ممكن يبقى اصلا اطول من الشخص اللي ماسكه يعني. فدي حاجات مهمه جدا لازم نبقى عارفينها. يبقى دي كده اول فاميلي هي السترينج فاميلي. تعال نخش على بعد كده نشوف الوود ويند فاميلي. الوود ويند فاميلي هنلاقي فيها الفلوت، هنلاقي فيها الكلارينيت، هنلاقي فيها الاوبو اللي هم بيقولوا عليها الاوبوا، والباسون. والفلوت شكلها كده لان في ناس كتير بتلخبط في شكل الفلوت، هي الفلوت هي الشكل ده اللي بتتمسك بالشكل ده كده، مش لقدام زي الكلارينيت كده. وفي ناس كتير بتتلخبط بين الكلارينيت والاوبو لان هما الاثنين عندهم نفس التكنيك في المسكه، لكن دي شكل ودي شكل تاني خالص. فدي شكل الكلارينيت، ودي طبعا ليها صوت ودي ليها صوت، وده شكل الاوبو وده شكل الباسون. حاجه مهمه كمان، كل ما الاله بيكون حجمها اصغر بتكون تدي صوت ارفع، وكل ما يكون الآلة حجمها أكبر تدي صوت أضخم. يعني لو رجعنا لده تاني كده، دي كده بتديني أعلى صوت، أعلى صوت مش علو الصوت، يعني أعلى في الرفع، إن صوت رفيع أو تخين، فدي هتدي صوت أدخن شوية، ده هيدي صوت أدخن شوية، ده هيدي صوت أدخن خالص لو صوت البيس. نفس الكلام هنا، الفلوت هتديني صوت رفيع، الكلارينيت هتديني صوت متوسط، هنا تدي صوت برضو متوسط، هنا هتدي صوت اللي هو ضخم، يعني صوت بيس. بعد كده الفاميلي اللي بعد كده اسمها البراس سيكشن او البراس فاميلي، اللي هي الات النفخ النحاسيه. اللي فاتت كانت اللي هي الخشبيه زي الفلوت والحاجات دي. طبعا الفلوت شكلها اصلا معموله من النحاس وكده، الحاجات دي زمان كلها كانت بتتعمل من الخشب، بس طبعا بقى في مواد مستحدثه دلوقتي بيغيروا الماتيريالز وكده وبيعملوا حاجات من البلاستيك وحاجات من المعادن وكده، بس ستيل هي في الاخر تبع برضو الود ويند فاميلي اللي هي الات النفخ الخشبيه. هنا بقى المجموعة دي اللي هم البراس سيكشن اللي هم آلات النفخ النحاسية زي الترومبت، طبعا دي هي يعني أرفع صوت فيهم. بعد كده يجي الترومبون، وطبعا كل حاجة ليها تكنيك، هنشوف بعد كده واحنا بنشتغل هتلاقوا كل آلة ليها تكنيك. يعني مثلا هنا لازم أدوس على الزرار دي وبننفخ بشكل معين عشان تطلع الصوت، هنا مفيش زراير فهنا بننفخ وبنحرك البتاع ده كده لقدام ولورا فبيغير الصوت، وده اسمه الفرنش هورن. هنا برضو ليه تكنيك ان هو عنده زراير معينه، وساعات بيحطوا ايديهم جوه البتاع المخرج بتاع الصوت ده عشان بيطلع صوت مكتوم شويه او صوت ليه تكنيك معين حسب يعني طبيعه الآلة. ودي اسمها التوبا، دي اضخم صوت، صوتها طبعا ضخم جدا، فبرضو عشان تديني الاصوات البيس. اخر حاجه البركاشن فاميلي اللي هي الالات الايقاعيه، زي حاجه اسمها التيمباني، زي سنير درام، زي السيمبلز، زي الزيلوفون اللي هم بيقولوا عليه اكسيليفون. فدي كده كلها آلات احنا بنخبط عليها عشان تطلع أصوات. طيب خدنا بال يعني ما خدنا بالنا كده ان مفيش كل الحاجات دي ما قابلناش البيانو، امال البيانو ده يبقى تبع ايه؟ اهو هنبص على البيانو بقى، ممكن البيانو ده يتصنف تبع انهي فاميلي من الحاجات الكتيره دي كده. البيانو ودي كانت حاجه غريبه جدا على ناس كتير، اتصنف تبع حاجتين، في ناس صنفته تبع البركشن لان احنا بنخبط عليه عشان يطلع صوت، وفي ناس بتصنفه تبع السترينجز. طب ليه تبع السترينجز؟ ده حاجه مش تبع السترينجز خالص. لا، لان البيانو من جوه شكله كده، جواه اوتار، ده شكل البيانو من جوه. طب ازاي بيطلع لنا الصوت بقى كده؟ دلوقتي في حاجه اسمها هامرز اللي هي دي شواكيش كده، انت لما بتدوس على المفتاح، المفتاح ده متوصل بشاكوش زي ما انت شايف كده، الشاكوش ده بيخبط في الوتر ده فالوتر هو اللي يطلع الصوت. فدي حاجه برضو عبقريه جدا وحاجه خطيره جدا، عشان كده البيانو بيتصنف كمان تبع السترينج فاميلي. فالشكل النهائي للبيانو كده، ادي المفاتيح اهي، انت بتدوس على المفتاح، المفتاح ده بيفضل ماشي كده متوصل بالشاكوش اللي ورا، يخبط في يعني في الاوتار اللي ورا وتعزف وتطلع صوت. طبعا الالكتريك بيانو والحاجات الحديثه دي تعتبر
مش نفس النظام ده كده، لان دي كده اللي هي الحاجات البيانوهات القديمه يعني الجراند بيانو وكده. وبعد كده طبعا بنلاقي ان الاوركسترا دي حاجه مهمه جدا. طبعا ده انا سايب لكم فيديو هنا لو حاب، يعني هسيب لكم البرزنتيشن كده كده في الديسكريبشن، لو حد عايز يتفرج على الفيديو هيدوس على ده، او ممكن كليك هير هيوديك على الفيديو على طول على اليوتيوب. مش هقدر اشغله طبعا دلوقتي عشان ما يجيناش كوبي رايتس او حاجه، بس دي مثلا مجموعه من اهم الافلام اللي اتعملت بالاوركسترا. يعني لو مثلا افاتار اتعمل بالاوركسترا، جيم اوف ثرونز، ستار تريك، هاو تو ترين يور دراجون، لورد اوف ذا رينجز، هاري بوتر، انترستيلر، جوراسيك بارك، فكلها افلام كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا معموله بالاوركسترا. نشوف اللي بعد كده. حاجة مهمة جدا ترتيب الأوركسترا، هم بيقعدوا ازاي؟ كل واحد مثلا يخش يلاقي كرسي فاضي يجري يلا الحق اقعد هنا كده، ولا ليهم ترتيب معين وانا عايز اقعد جنب صاحبي والحاجات دي؟ لا، هو كل سيكشن بيقعد ليه مكان معين. يعني أول حاجة الكوندكتور بيكون ليه مكان معين اللي هو المايسترو، وأول مجموعة بتكون موجودة بعد الكوندكتور على طول هم السترينجز اللي هم الوتريات. والوتريات كل مجموعة برضو بتقعد مع بعض، يعني الكمانجات تقعد مع بعض، الفيولين الفيولا تقعد جنب بعض، التشيلوهات تقعد جنب بعض، الكونتر باس يقعد جنب بعض. مش كل واحد بقى لا انا عايز اقعد جنب زميلي، لا انا بحب الراجل ده ما بحبش البنت دي، لا يا نقعد جنب بعض، لا هو حسب الاله بتاعتك انت بتقعد فين. وكمان في الهارب، الهارب ده بقى يعني بيقف لوحده هنا كده كده. طبعا دي اوركسترا يعتبر صغيره شويه، في اوركسترات بتكون اكبر من كده بكتير. يبقى اول صف دايما بيجي السترينجز، تاني صف اللي بعديه بيجي الود وينز اللي هي الالات الخشبيه، وبرضو حسب ما هم سولوهات او مجموعات. الصف الثالث المفروض بيجي البراس سيكشن، او ساعات بيقعدوا الصفين جنب بعض، البراس سيكشن اللي هم الالات النفخ النحاسيه لان دول صوتهم عادي جدا اصلا فبيودوهم ورا خالص كده. ساعات يقعدوهم ثالث صف، او ساعات يقعدوهم في نفس المستوى مع البركشن لان دول اعلى اصوات. طبعا البركشن مش محتاج يعني بيقعد يخبط لما بيزعج الناس، يعني بيبقى دوشه جدا، والالات الايقاعيه دايما صوتها عادي جدا. فعشان كده الكمانجات بتقعد في الاول والسترينجز والحاجات كلها، تاني صف بيقعد الود وينز، تالت صف بيقعد البراس سيكشن، بعد كده بيقعد البركشن. وطبعا ساعات بيضيفوا حاجات على الاوركسترا، يعني مثلا ساعات يضيفوا كواير، تلاقي الكواير متوزع ورا خالص مثلا كده بيبقى معاهم مايكات وحاجات. ساعات يضيفوا الات اضافيه ما بتبقاش موجوده، مثلا زي ممكن تلاقي بيانو زياده مثلا يقعد على جنب هنا مثلا، ممكن تلاقي حد عامل يعني ميكس مثلا بين مثلا الكتريك جيتار مع الاوركسترا، الالكتريك جيتار ده جاي يضيف، فممكن تلاقي الالكتريك جيتار قاعد في الاول مثلا بما ان ده هو الضيف يعني مع الاوركسترا. فطبعا في يعني اختراعات كتيره ابتدت تحصل في المزيكا الحديثه ان هم يستحدثوا حاجات، ممكن يجيب مثلا عود يعزف مع الاوركسترا كضيف، انما اساس الاوركسترا تكوينها هو الشكل ده كده. فدي حاجات مهمه جدا. وطبعا لما تشوفوا اي فيديوهات للاوركسترا ولا حاجه هتلاحظ بقى مين قاعد فين، بيعملوا ايه، ترتيبهم ايه، الحاجات دي كلها. وطبعا لو دوسنا على البتاع ده كده، لو دوسنا على الصوره دي، الموقع ده فيه تفاصيل اكتر لو انتوا عايزين تقروا شويه. يعني لو دخلت على الموقع ده كده هنلاقي بقى السترينجز اهي، لو دوسنا هنا هتلاقي بقى تفاصيل عن السترينجز. نشوف برده حاجه سريعه كده اهو، ده شكل السترينجز جوه الاوركسترا، وهنلاقي بقى السترينج فاميلي وده الوصف بتاعها والتفاصيل وكده، ودي الالات اللي بتعزف فيها. طبعا هو مكتوب بالانجلش، لو انت عايز تترجمه ترجمه اهو. مثلا يقول لي بقى الفيولين، الفيولين دي بتتعزف ازاي وايه تفاصيلها، وازاي البوينج اللي هو مسكه القوس نعمل ايه وكده، والفيولا ايه التكنيك بتاعها وايه الفرق بينها وبين الفيولين والتشيلو والدبل بيس والهارب كمان. وبعد كده هنلاقي مثلا في عائلات تانية، مثلا وود ويند، عايز تقرا عن الوود ويند تخش على الوود ويند نفس الكلام هتلاقي حاجات، والفلوت وازاي بيعزفوا والاوبو والحاجات دي كلها. بس فدي كده فكرة عامة، وده كمان المصدر اللي انا جايب لكم منه المعلومات عشان برضو تبقى معلومات موثوقة، وحبيتوا تزودوا معلوماتكم تبقوا عارفين يعني تقروا منين. اتمنى يكون الكورس ده مفيد، ويعني معلش بطول عليكم في النظر شوية، بس الاوركسترا دراستها مش حاجة سهلة، ده بالعكس ده احنا لازم نتعمق في النظري، لان هو ده لما نخش على البرامج والحاجات هنبقى محتاجين ده جدا جدا عشان نفهم تفاصيل كل آلة بتعمل ايه لحد ما نوصل ان احنا بنعرف نألف مزيكا بالاوركسترا. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير، واكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين اي حاجة جديدة، واكتبوا لي برضو رأيكم في الكورس الجديد، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا.